ممكن تحط كأنكم شغالين. مين اكمل ومين ثابت؟ انا ثابت. انت اكمل. هايل. انتوا شغالين كده ادوها سن الظهر ظهركم كده وانت واقفه هنا يا دنيا. ممكن نجيب ده كده اسندي عليك انك سند على حاجه ما. خلاص مش هتروحي له بس الا في الموبايل وانت بتوهي له الموبايل. وبعد ما تقولي له الموبايل وبتتكلمي ممكن ترجعي خطوتين عشان هم يعرفوا يشوشوا بعض. خلاص ان اكشن. هو الرش ده ملوش ريحه ليه؟ هو الرش الحديث كده يا فندم. وده بيقتل بني ادمين ولا حشرات بس؟ لا يا فندم حشرات بس. طب كويس طمنتني. اصلا بخاف جدا من الحاجات دي بوسوس يعني. اصلا عايشه لوحدي وبقفل البوتاجاز قبل ما انام. يعني افرض مثلا حصل تسريب للغاز وانا نايمه محدش هيلحقني. اصلا انا ست وحدانيه ولازم ببقى واخد احتياطاتي. بس هو مين اللي كلمكم من اتحاد الملاك؟ والله للاسف يا فندم مش فاكرين كان اسمه ايه. مش فاكر الصراحه. اكيد اكيد طبعا زباينكم كتير طبعا. بس هو ممكن يكون محمد بيه جوز مدام ميربت صح كده؟ ايوه بالظبط يا فندم هو محمد بيه اللي حضرتك بتقول عليه. اصل راجل خدوم ومحترم جدا ومفيش منه اثنين. سامحوني يعني لو بسالكوا كتير ولا حاجه بس انا عايزه اطمن. طبعا يا فندم. بس انتوا عارفين ميربت دي انا زعلانه منها موت. بس احنا هنتصالح اكيد يعني احنا عشره عمر. يا باي دي وليه يا رخي يخرب بيت امها. ايه ده ايه ده رخي. لو التليفون مهم رد عادي. لا يا فندم ما ينفعش نرد في وقت الشغل. لا واضح انكم شركه محترمه بجد يعني. طب انا ممكن اسالكم سؤال؟ طبعا يا فندم اتفضلي. هو انتوا ازاي بتعرفوا لو حد عامل لكم بلوك؟ والله هو كل برنامج بيختلف عن التاني بس غالبا بيكتب لك ان هذه الصفحه غير موجوده. زي دي؟ كده حد عامل لك بلوك. لا يا ميربت انا كنت عارفه عامله لي بلوك متخيل. مع اني رحت وخبطت عليها وسالتها قالت لي انا قفلت الفيس خالص. وانا هبله وصدقتها. اخس عليك يا ميربت. ما هو ممكن يكون اتقفل برضه. حضرتك عارفه ان بعض الظن اسم. لا لا انا عارفه هي غيروا حقوده هي عملت كده. والله يا مدام النت ده كله اصلا ملوش لازمه يعني. انتوا عارفين بلوك يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حد مش عايز يشوف وشك خالص. مش عايزك في الدنيا. ده حكمي بالموت بس على النت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تزعليش نفسك يا فندم. خلاص. والله يا مدام النت ده كله اصلا ملوش لازمه يعني ما تاخديش في بالك انت بس. انتوا عارفين هي عملت ايه كمان؟ دي عامله جروب لصحابنا في النادي ومش حطاني عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يكون في عونك. طب بقول لحضرتك ايه احنا خلصنا هنا خلاص. احنا ممكن نكمل في الصاله عادي. اتفضل. ماشي. يلا نكمل في الصاله. اتفضل. انكت هايل. شكرا يا شباب. شكرا بكتير. شكرا شكرا يا اسامه. يلا نيكست. انا بصراحه احمد اسامه قلقانه من صوته قلقانه ان هو يتكلم لجوه اكتر ما بيبروجكت او يطلع صوت لبره فما بيقولش كل الجمل بتاعته فقلقانه عليه يعني في التشالنج ده.